السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم على قناتكم فكرة وكولون. لا تسألونني لماذا أغيب، لقد غبت هذه المرة مدة 3 أشهر. والآن نبدأ على بركة الله بكيفية صناعة طاولة الطعام. هذه الطاولة يمكنكم وضعها في صالون البيت، والميزة في هذه الطاولة سنقوم بصناعتها من باب، يعني إذا كانت عندكم أي باب موجودة في البيت يمكنكم إرجاعها إلى طاولة الطعام، سواء كيف ما كانت باب، سواء معدل يعني عند النجار او عباره عن ام دي اف او اي شيء، يعني لوح ام دي اف. هذه الطاوله التي سنقوم بصناعتها يمكنكم جعلها ترتفع او تنزل على حسب الصالون او الكراسي، يعني هي خاصه بالاكل او بالطعام. قبل البدايه في هذا الشرح، لمن يريد شراء بيت في مدينه ازيلا قرب مدينه طنجه فمرحبا به، ساريكم بعض الصور لهذا البيت. سأتحدث بالدارجة المغربية لأن هذا الموضوع يخص المغاربة، وإذا أراد الشخص غير مغربي شراء هذا المنزل فمرحبا به، سأترك رقم الهاتف الخاص بصاحب البيت في الفيديو. الإخوة اللي بغي يشري هذا البيت هذا موجود في مدينة أزيلا، مدينة سياحية زوينة بزاف، راه موجودة في قريبة لمدينة طنجة معروفة. المهم اللي بغي يشري هذا البيت راه زوين بزاف، كما كتشوفوا الدخلة ديالو هي هذه، فيه جوج كراجات وفيه الدروج كما كتشوفوهم، والدروج راه فيهم كلهم طالع من برخام، ولي سبوت في الدرجة يعني في الطلعة ديال الدروج. وفي الدخلة قبل من الدخول راه فيه واحد الخاصة زوينة بزاف دايرينها، وكما كتشوفوا هذا هو الرخام اللي موجود في الدروج. المهم بالنسبة للنوافذ وداكشي راه ماشي الألمنيوم، راه معدلين بواحد النوع ديال البلاستيك، راه غالي حتى على الألمنيوم، وكيكون ما كيدخلش الضجيج، والزجاج مضوبل ديالهم راه على 2 مرات. المهم البيت راه بناه براسو ومتقون الصراحة الله، من جميع النواحي راه متقون، لا من السريات دايرهم غلاض لا من كلشي، راه خدمو مزيان. اللي بغى يتصل بيه انا نخلي لكم رقم الهاتف، وفي الموقع ديالو راه زوين، راه في الشارع ديال، المهم هذوك الفيلات اللي في الشارع ديال الدخله ديال ازيلا، ملي كتكون جاي من جهه الرباط في الدخله ديال ازيلا راه تما البيت جا. اللي بغى يشري هذا المنزل هذا راه تما جا، مهم بلاصه زوينه بزاف، موقع زوين، راه ساكنين فيه غير الناس اللي نقيين، اللي بغى يرتاح مع راسو وبغى يدوز كونجي ديالو مزيان راه ازيلا معروفه المهم غادي نخلي لكم رقم التليفون ديالو، هو هذا اللي كيبان لكم في الشاشه. ومن الاحسن للاخوه اللي بغى يتصل بيا انا، راه هذا الرقم هذا راه ماشي ديالي، ديال السيد اللي غنخلي لكم، راه ما حتى شي زعما تبقاو تسولوا عليا ولا هذه، راه درتها اللي في واحد دروها لبعض الناس راه في واحد الفيديو، كنت حطيت النمره ديال الدروغلي ولاو كيتصلوا بي باش يسولوا عليا انا، وهذا الغرض هذا الصراحه الله سبب لي مع مشاكل. المهم السيد قال لي محي الفيديو الصراحه الله، لان اللي كيتصل بي كيسولوا عليا انا، وانا حط النمره التليفون ديال السيد باش تتصلوا به الا بغيتوا تشروا الباستا، ولاو كيتصلوا به باش يسولوا عليا انا، لو بغيت نحط النمره ديالي باش يتصل بيا شي واحد راه غنحطها، وكنت محتاج يعني راه غنحطها، ولكن كل الظروف راه ما نقدرش نحط النمره لان كيوقع بزاف ديال الضغط وبزاف ديال الاتصالات، على داكشي ما كنبغيش نحطها وانتم عارفين هذا الشيء هذا. المهم ها النمره ديال السيد اتصلوا به، اللي عنده الغرض في هذا البيت هذا راه زوين بزاف، وراه اول مره غنحطه، راه اول مره غادي يتحط، راه بلا سمسار بلا شي حاجه، اول مره غادي يتحط في الانترنيت اللي بغاه واللي عنده الغرض. ونبداو على بركه الله هذا الشرح ان شاء الله. نبدا هذا الشرح بخصوص تلك الطاوله، فهذه الباب لا يعني لم اعد احتاج اليها، فقلت يعني ساقوم بارجاع الى طاوله هي هذه، قمت بازالتها كما تشاهدون، حتى الايادي يعني ما زالت ملتصقه في الباب. نحتاج الى هذه الادوات، يعني اي باب راه يمكنكم، اي باب يمكنكم جعلها عباره عن طاوله، حتى لو كانت باب مثل هذه الانواع التي تظهر لكم في الصوره، يعني يمكنكم ارجاع طاوله، فقط تقومون بتغليفها باستخدام الكرتون، يعني معروف يباع ثمنه رخيص، يصل الى 80 درهم او 8 يورو. نحتاج الى هذه الادوات البسيطه لصناعه تلك الطاوله. ناخذ القياسات، ساجعلها بطول 1.40 متر وبعرض 69 سنتيم، وساقوم بتقطيعها بعدما اخذت القياسات وقمت بتخطيط او عمل خط متوازن لتقطيعها باستخدام هذا المنشار. طريقة تقطيع هذا بهذا المنشار، قمت بوضع الكثير من الفيديوهات في القناة، قموا بمراجعة الفيديوهات التي سأقوم بوضعها لكم في صندوق الوصف. هذه طريقة التقطيع، نقوم بتقطيعها، والجزء الذي شاط يعني أو الجزء هذا صغير سأحتاجه في أسفل الطاولة، سترون ذلك. والآن سنمر إلى مرحلة أخرى، سنزيل هذه الزعانف لأنها تكون في الغالب حادة، سنقوم بإزالتها باستخدام هذه الطريقة وشرحتها لكم في فيديوهات سابقة. هكذا نقوم بوضع شيء يكون يعني دائري، ونقوم بعمل خط هكذا يكون عبارة عن نصف دائرة أو جزء من دائرة بهذا الشكل في كل هذه الزعانف حتى نزيلها.
لكن نسيت قبل أن نقوم بتقطيع تلك أو تلك الحواف، سنقوم بوضع ألواح حتى يظهر حتى تظهر هذه الطاولة بشكل يعني يكون سميك أو غليظة، يعني على حسب ما فهمتم. نقوم بقلبها على الجهة الأخرى، نقوم بوضع هذه الألواح سواء أي ألواح كيفما كانت. أنا أستخدم أي ألواح عندي في البيت أستخدمها. ستشترون بعض الألواح إذا دعت الضرورة، أما بالنسبة لهذه الألواح فموجودة كانت عندي في الخردة يعني في البيت. سأقوم بتثبيتها باستخدام هذا اللصاق، وأيضا أستخدم البراغي. هكذا نقوم بوضع اللصاق. هذه الألواح حتى هي قمت بتقطيعها باستخدام ذلك المنشار الصغير. هذا ذلك المنشار يعني ستحتاجونه كثيرا في البيت وسعره رخيص. سنستخدم هذه البراغي 3 سنتيم. هكذا بعدما قمت بتثبيتها بهذا الشكل حتى نعطيها يعني الجزء يكون سميك، يعني تظهر بشكل سميك، وهذا يعطي جمالية أكثر هكذا، ويعطي قوة أيضا للطاولة حتى لا يحصل فيها أي انعواج لأنها كبيرة، 1.40 متر يعني في الطول. بعد ذلك سنقوم بتقطيع هذه الزعانف أو هذه الحواف الحادة. نزيلها باستخدام نفس المنشار، فالطريقة سهلة وبسيطة، فقط بتمهل نزيلها هكذا، نزيل هذه الحواف حتى نحصل على شكل دائري، وهذا يعطي جمالية أكثر للطاولة. قمت بتقطيعها، سأقوم بصقلها فيما بعد، يعني ستصير بشكل أفضل. هكذا بعدما قمت بتقطيع جميع هذه الحواف مثل هذه الحواف التي تشاهدونها في الصورة لهذه الطاولات، قمت بصناعتها بنفس هذه الحواف. والآن سنقوم بتقطيع يعني ألواح بهذا الشكل كما تشاهدون في الصورة، تكون بطول 26 سنتيم، تكون بطول 51 سنتيم أو 50 سنتيم. مثل هذه الألواح ستستخدم عبارة عن أرجل لحمل الطاولة. ثم سنصنع صندوق بهذا الشكل يكون طوله 26 سنتيم. سأريكم كيف تستخدمون هذا الصندوق. يعني سنصنع اثنين من هذه الصناديق بهذا الشكل. يعني سنقوم بلحم الألواح، سأريها لكم. هي طريقة سهلة باستخدام البراغي، سنقوم بلحم هذه الألواح. الألواح التي تكون في الأعلى فطولها 14 سنتيم، أما الألواح التي ستكون في الأسفل 26 سنتيم. سأوضح لكم كل شيء في الصورة، تابعوا الفيديو فقط إلى الأخير. هذه الألواح التي قمت بصناعتها، هذه ستستخدم في الأعلى أو التي ستمسك بالطاولة في الأعلى، يعني سترون ذلك، مهم سترون ذلك. ستكون هذه في الأسفل، وستكون هذه الدعامة هكذا، يعني يمكنكم إدخالها في هذا الصندوق، يعني كما تشاهدون يمكنكم رفعها أو إنزالها، فهذا يعني يجعل الطاولة ترتفع أو تنزل، سترون كل هذا. هذا هو اللوح الذي كان في الأسفل، سأستخدمه بهذا الشكل عبارة عن الرجل في الأسفل. هكذا سنقوم بوضعها. وهذه الألواح التي تستخدم عبارة عن داعمات، قمت بتثبيت 3 ألواح أعطتني هذه الدعامة القوية جدا، ستكون بهذا الشكل، سترون هذا. ستستطيعون الصندوق بنفس عرض وسمك هذه الدعامة. قلت لكم هذه الصناديق فطولها 26 سنتيم، أما التي ستكون في الأعلى يعني ملتحمة مع الطاولة ستكون بارتفاع 14 سنتيم يكفي. البراغي رأيتموها كيف قمنا بوضعها في الأسفل حتى قمنا بتثبيت هذه الأرجل. هذا هو اللوح الزائد يعني الصغير هكذا، هذه التي ستكون في الأرضية. ودائما خذوا القياسات، يعني يجب أن تأخذوا القياسات تكون متوازنة، كل هذه الخطوط التي قمت بوضعها وتلك النقاط يعني تكون في الوسط مباشرة. كل هذه الأشياء يعني إذا أردت شرحها لكم يعني لا يكفي فيديو واحد، لكن هي واضحة جدا. المهم لا تقوموا بوضعها بشكل عشوائي، يعني كل شيء قوموا بأخذه باستخدام المتر. هذه هي التي ستمسك بالطاولة في الأعلى، في هذه يعني في أسفل هذه الطاولة ستكون هكذا بهذا الشكل، يعني ستكون هنا ستضعون الطاولة في الأعلى. هذه حتى هي يمكنكم الحصول على ارتفاع أكثر للطاولة أو تنزيلها، في نفس الوقت ستمسك بالطاولة بشكل جيد وقوي هكذا. بعدما سنقوم بوضعها
هذه الأرجل الصغيرة ارتفاعها 14 سنتيم. الطاولة ستقومون بقلبها بهذا الشكل حتى تأخذون القياسات، يعني تكون متوازنة جدا حتى لا يحصل هناك أي عيب. هذه النقطة التي توجد في الوسط، هذا هو وسط هذه الطاولة، وكل هذه الأشياء أخذت قياسها. بعد ذلك سنقوم بتدوير بعمل هذا المربع حتى نأخذ قياسات. سأريكم كيف تدخلون البراغي، يعني تكون بشكل متساوي هكذا. ستضعونها وتأخذون القياسات ثم تزيلونها. فهذا المربع الذي حصلنا عليه سنجعله تقريبا بسمك سنتيمين بهذا الشكل حتى ندخل البراغي في الوسط مباشرة. سترون هذا. لماذا سندخل هذه البراغي؟ حتى تخرج إلى وجه الطاولة، يعني إلى وجه الطاولة سندخل البراغي من هنا. عندما سندخل البراغي من هنا ستخرج إلى الخلف. بعدما ستخرج إلى الخلف سنزيل تلك البراغي، وسأريكم طريقة إزالة تلك البراغي بعدما قمت بإدخالها. سترون هذا. أدخلت هذه البراغي حتى خرجت من وجه الطاولة ثم أزيلها. لماذا أدخلتها وأزلتها؟ هذه البراغي هي التي سأدخل فيها المسامير التي ستمسك بالرجل من الخلف. لا أدري هل لغتي سليمة، لكن المهم نحن لا نعطي دروس في اللغة العربية، إنما أريد إيصال إليكم الفكرة فقط. سنقوم باستخدام هذه المادة أو هذا العجين القوي، يستخدم في السيارات لتلاء السيارات، فشرحته عدة مرات. لا فرق بين هذا العجين والآخر، فهذا العجين يعني لونه أصفر نوعا ما، بدأت أستخدمه كثيرا عكس الآخر. فهذه كلها خاصة بالسيارات، يعني هي واحد يمكنكم إذا وجدتم هذا أو هذا يمكنكم استخدامه. تسمى سانتوفر في المغرب أو ستانيو هنا في الشمال. هكذا نقوم بدمج هذا العجين مع المادة الأخرى حتى يعني تجف بسرعة. ثم نقوم بتلاء هذه الحواف التي قمنا بتركيبها حتى نسد أي عيب. فهذه المادة هي أقوى المواد التي يمكنكم نسد بها حفر وكل شيء، يعني هي قوية جدا. هذه المادة معروفة، يستخدمونها أصحاب السيارات لإصلاح السيارات عندما يحدث فيها حادث أو يريدون طلاء السيارة، يعني يكون فيها عيوب في المعدن. وحتى هذه الأرجل نقوم بسد جميع أماكن البراغي والثقوب، نقوم بسدها بنفس العجين مثل هذا الشكل. بعدما قمت بتركيب تلك الأرجل التي رأيتموها، بعدما يجف لمدة ساعة أو ساعتين أو على حسب الوقت الذي عندكم، تقومون بصقلها باستخدام ورق اللون أحمر رقم 100. هكذا تصقلون هذه الحواف بشكل جيد، أو تقومون بصنفارتها كما نقول، وكل شيء حتى أماكن البراغي وكل شيء نقوم بسده باستخدام تلك العجين، ثم نقوم بصنفارته وننطلق إلى عمل التلاء. فطريقة التلاء يعني عادية، اشتريت دهان نوع مات يعني غير لامع، يسمى دوكو غير لامع، يعني دهان زيتي غير لامع معروف، لأن الأشياء اللامعة لم تعد تستخدم، يعني لم تعد من الموضة. فالأشياء اللامعة لم تعد من الموضة، هذا يجب أن تعرفوه. الآن جاء وقت يعني الناس يستخدمون الأشياء التي تكون مات أو غير لامعة يعني بدون لمعان. فالكثير من الناس بدأوا يتوجهون للأشياء الغير لامعة، حتى في الأتات يريدونها غير لامعة، فهذا يجب أن تعرفوه. وحتى تلك مثل NDF الذي يستخدم في المطابخ وكذا، كثير من الناس لم يعودوا يحبونه لأنه يتسخ بسرعة، يعني حتى البصمات، يعني إذا قمتم بلمسه باليد فيصعب إزالة حتى البصمات منه. فهذا الكثير من الناس لم يعودوا يحبون تلك الأنواع من الخشب. بعد ذلك قمت بوضع هذه الثقوب، وهنا في هذه الألواح قمت بوضع هذه الثقوب باستخدام آلة خاصة بثقب الألواح معروفة. هكذا سأستخدم براغي بهذا الشكل هنا حتى أجعل شكل الطاولة يعني تكون مرتفعة. أدخل هذه البراغي بسهولة جدا، استخدم براغي يعني تكون جيدة. أنا سأقوم بشراء براغي يعني تكون خاصة، يعني يكون شكلها أفضل من هذه. هكذا أدخلها. هذا أيضا سأدخله بنفس الطريقة في هذا الصندوق الذي قمنا بصناعته. فكل هذه الألواح كانت عندي موجودة في البيت. بعد ذلك هنا أيضا سأدخل هذه الطاولة هكذا، بعدما قمت بوضع تلك الصناديق في الأسفل التي شرحتها لكم.
نفس الصناديق التي توجد في الأسفل هي التي قمت بوضعها في الأعلى، لكن الصناديق الموجودة في الأعلى فحجمها قصير نوعا ما 14 سنتيم، عكس التي توجد في الأسفل 26 سنتيم. هذه الطاولة صارت جاهزة، والآن سنجربها وسأريكم كم يعني يمكنكم وضع من مقعد. يمكنكم وضع واحد هنا وواحد في الوسط وواحد هنا في هذا الجزء، يعني واحد اثنان ثلاثة، يعني ثلاثة مقاعد يمكنكم وضعها في جهة واحدة، وهنا واحد وهنا واحد أيضا، وثلاثة في الجهة الأخرى. قد تحصلون على ثمانية مقاعد أو ستة مقاعد على حسب العائلة. والآن سأزيلها حتى تصير منحنية، هكذا أنزلها. صارت يعني خاصة بالصالون البيت وتتحرك بسهولة وكأن عندها عجلات. سأجرب لكم قوتها، يعني كما تشاهدون فهي قوية جدا، تتحمل الثقل، يعني هذه تدوم لوقت طويل جدا. وحتى إذا أردتم تغيير لونها، يعني يكون من السهل تغيير اللون على حسب الاختيار. طريقة تحريكها يعني هي سهلة جدا. هذا هو كل شيء بالنسبة لحلقة اليوم، أراكم إن شاء الله في حلقة أخرى. لا تنسوا الاشتراك في هذه القناة إذا كنتم غير مشتركين فيها، وقوموا بالضغط على زر لايك أو ديزلايك، هذا كله يعني يساوي واحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.